السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاكم ميميشاتي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم جبت لكم اون غوسيت فاسيل للغوتين تاع الولاد العشية، اون تارت او بوم رابيد فاسيل ليه توجد والبنة ما خلاتش. طبعا لازم لنا دو بات فويتي كاري، انا نشريهم من عند بيكار لانهم ما فيهمش الكول. بزاف الناس من الجاليه اللي هنايا في فرنسا ما يعرفوش بلي لا بات فويتي فيها الكول، باغ كونطخ تاع بيكار فيها غير لو سيترون كوم كونسيرفاتور كماده حافظه. اذا احنا نشريو هذه مليحه وما فيهاش الكول، اي اون بلوس دو سا الي كاري. دونك انا لازم لنا زوج نتاع لي بات فويتي. هي اصلا تتباع ب باطا تاع زوج، يعني كي تشوف باطا فيها زوج. الوغ لازم لنا لا بات فويتي، كلك بوم، شويه تاع تفاح، و اون كومبوت او دو تاع تفاح ثاني، سواء لي بتيت كومبوت بور لي انفون بور الاولاد، والا لي كومبوت عاديين في لي بوكو. فوالا واش ندير، هي 4 ساعات وجدي هاد لا طارت هذه. حطي الفور تاعك ديريكتومون يسخن، حلي لا بات فويتي اللي تكون طبعا كنتي خليتيها في الجدار وتبقى بارده، حليها رقيقه. جيبي ان بلاطو تاعي لهنايا فيه 23 على 30، لكن ما يهمش القياس لانه كل واحد يدير على واش اللي عنده في الدار. حلي العجينه تاعك على حساب البلاطو تاعك. فوالا حطي الطبقه الاولى نتاع العجينه، عدليها مليح في البلاطو تاعك كيما راكم تشوفوا في الفيديو. طبعا التفاح فاكهة الموسم، ناكلوه شتا كامل، مش غالي، و بربع حبات تقدري ديري غوتي بنين. نحل العجينة الثانية، العجينة الأولى حطيتها، نحل العجينة الثانية. طبعا ندير زوج طبقات باش تجي لا تارت كروستيلونت وتكون عندها هيئة تاني مليحة. فوالا لا دوزيام بات، نزيد نجيب البلاطو تاعي عادي ونحط لا دوزيام بات فوق لا بروميير بلا ما تديروا شويه ما ولا، عادي جدا. شوفوا نحطها ونبدا نعدل الحراف نتاعي. اولا راح ندخل الحراف نتاعي على البلاطو بيان 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 نعدل، ومن بعد نقص هذاك الزايد بالموس عادي. فوالا قصوا على الحرف الخارجي تاع البلاطو تاعكم تاع السينيه تاعكم، ما تحطوش ما تقصوش الحرف الداخلي سينو من بعد تهبط الطابات وما تجيكمش كبد. قصوا على الحرف كيما راني ندير. فوالا هكذا. ودرك نعدلوا لاباط تاعنا باش المنظر النهائي تاع لاطاغ تاعنا يجي باهي. لازمكم تعدلو اي غاطو، لازمكم تعدلوه قبل ما يطيب باش المردود نتاعو كي طيبوه يجي باهي. العين تاكل قبل الفم، يعني هذه معروفه. وانا واش ندير، كيما راكم تشوفوا فيا قاعده نقلب في لاباط، ها نقلب لاباط لداخل فقط. ساهل ماهل. فوالا نقلبها كامله. قلتكم هذه الطارطه هذه ما تطلبش ربع ساعه تاع خدمه، وطيب ثاني كذلك في ربع ساعه او 20 دقيقه بالكثير على حسب الفرن. طبعا الفرن حطيناها على 200 درجه، طبعا عن بالكم باللي لا بات فويتي طيب على 200 درجه باش تقدر الزبده اللي في نصها تنتفخ وتمد الطبقات. فوالا نعدل هكا باش من بعد ما يتهزوليش هذوك الحراف. طبعا اذا لصقت في يديكم ديروا شويه تاع فرينه في يدكم، ولازم تردوا مليح عليها فوالا باش ما تحلش من بعد كي تحطوا الطارطه تاعكم في الفوق. دوك شنو ندير، ها شوفوا اون كومبوت دو بوم توت سامبل. شفتوا انا درت زوج بوغ افوار اون كوش طري لكم هذيك لا بات شويه وتمد شويه الذوق تاع الحلاوه. ما تنساوش تنقبوا لا بات بان فورشيت باش ما تنفخ لكمش في النص. فوالا نحط لا كومبوت هذيك، جيت على ديك الكويير نحل هذيك لا كومبوت مغيرفه. شوفوا قليله راح نزيد الثانيه اكيد
ونكون من قبل قشرت التفاح ولا ما قشرتوش على حساب العباد. انا ما قشرتوش صراحه، غسلته مليح وقصيته خفان باش كيطيب ما يقعدش كروكون تحت الفم، يعني لازم يجي طري. جيتال لكل لا طارت تاعي، العجينه تاعي. ومن بعد نجيب التفاح نستفو، لاني ديجا قصيته وغلفته بالبابي سلفوري بابي بلوتو فيلم باش ما يقيسوش الهواء ويسوكسيد با ما يحمرليش. وحطيت عليه عصير قارص. درك نبدا نحط التفاح تاعي. فوالا، ما طولت لكمش في الفيديو طبعا لانه كنت تعرفوا ديروا هذا الشيء. هذا قالي الا ندير حاجه من فوق، وهذيك اللي تمد البنه نتاع لا تارت او بوم. يعني صدقوني هاد الخلطه هذه هي اللي تمد البنه نتاع لا تارت او بوم. طبعا من هذوك لي بوم اللي بقاو تمدوهم الاولاد ياكلوهم، يعني ما كانش حرج وما طيشوا والو، تعلموا تريك بيري وكلش في الكوزينه تاعكم. على واش حطيت في الخلطه تاعي؟ حطيت دو سكر رو، السكر الاسمر ولا يعني مش بيض، قرفه اكيد القرفه مع التفاح. ونحط فوق التفاح نتاعي، زودوا شويه سكر باش من بعد يولي كوما كراميل دوسو. نحط فوالا، دردرو مليح من فوق، غطيو برسك توت لي بوم. التفاح كامل يسيو تغطيوه بالسكر والقرفه هذيك باش بعد كي طيب يكون عنده لون مليح. فوالا هكا. ومن بعد نزيد شويه طرف تاع زبده هكا كلكو مغصو من فوق، وندخلها للفور. وكي نشوف لاباط طابت والتفاح تحمر نجبدها. سهله مهله لا طارت هذه، وصدقوني راح تعجبكم بزاف بزاف. فوالا، نحط كلكو مغصو تاع الزبده، نحطو في لي رونجي مش فوق التفاح، ولا تحطو فوقو يعني ما كانش يعني ضرر. بصح انا ولفت ندير بهالطريقه هذه. ونحطها في الفوخ ودوك نوريها لكم. طبعا انا من عشاق هاد الطارطه هذه، شوفوا ما شاء الله عليها، جات كروستيونت وتفاح فوندون، رائعه رائعه الطارطه. فوالا، وجدت. الصحة والراحة لكم، ونخليكم مع بقية الفيديو. ونقولكم ما تنساوش تلايكي وتابوني وتخليو لي ان كومونتير باش تشجعوني. ونقولكم الى وصفة اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.